السنة عندنا نظام للبس البشت. نحن في الإمارات البشت اليوم مو بكل حد يلبسه. اليوم تلقى وايد ناس في أي شيء لبس بشت. لا، البشت له قانون، له قياس. مثلا يوم تصير عرس تلقى المعرس لابس بشت، وتلقى أبوه لابس بشت. ما يستوي أخوه بعد يلبس بشت. يحتاج أن بسير عرس مثلا، في ناس تسوي كذي ما يضره، لكن القانون يقول أنه مثلا في العرس خلي الريال روحه يلبس بشت، يعني هو يومه، هو المميز. ومنو اللي يميز؟ أنه أبوه، وأبوه هذا يتمنى أن يكون هو أحسن واحد في الدنيا، لكن يبى ولده أحسن عنه. فإذا أبوه بعد يحق له أن يلبس بشت، لكن ما يستوي العائلة كلها تلبس بشوت حقيقة، يعني عشان نحن نقدر نميز فيه. فالبشت عندنا في الإمارات له ناس يلبسون، وبعدين البشت يعني مو بكل حد يلبسه، يعني يلبسونه ناس معينين. أنا ما يستوي السوق لابس بشت، ولا أسير عزيمة عادية لبس بشت. البشت لهله، وغالبا ما يكون يعني رأس العرب أو رأس الناس أو المجموعة الإعلانية، قبيلة معينة يصيرون بيمرون على شيخ، مو كلهم لابسين بشوت. لا، يحتاج مثلا رئيسهم أو شيخهم هم روحهم هو لابس بشت. طبعا حاليا اختلفت الأوضاع في الأشياء الرسمية. تلقى مثلا الوزراء قريبين من الوزراء أو في نفس المستوى من المستشارين وكذا هم يلبسون بشوت، لأن عندك قدر وايد واحترام وايد ولك مكانة اجتماعية هي اللي تلبسك البشت. ففي له قوانين، وهاي القوانين الحقيقة يعني دارجة عندنا من سنين، وهي من أفضل الأشياء اللي هي يعني تميز الناس عن بعضها البعض وتثبت الأشياء الجميلة بين العرب. السنة